بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم احباءنا مشاهدينا متابعينا على جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع عمون الاخباري صوت الاغلبيه صامته حياكم الله في هذه الحلقه وفي هذا المساء الاردني الطيب والجميل تحياتنا لكل من يتابع ويشاهد حلقه جديده من برنامج مباشر مع عمون، الذي ياتيكم كل يوم اربعاء في هذا الموعد، حياكم الله احبائنا وكل المحبه لكل من يتابعنا، ضيفنا في هذه الحلقه هو عضو اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه، الوزير الاسبق والعين دكتور محمد المؤمني، راح يحدثنا الدكتور عن مستقبل الاردن وفق مخرجات اللجنه اضافه الى الحمله المنظمه التي يتعرض لها الاردن ان شاء الله في هذه الحلقه مساء الخير دكتور تشرفنا بوجودك وحضورك معنا مساء الخير تحيه لك ومن خلالك لكل الاخوه المتابعين لنا على وسائل التواصل الاجتماعي سعيد ان اكون بالصديقه عمون والاصدقاء الموجودين هنا وسعيد وأبارك لكم هذا الاستديو وإن شاء الله أنه يثري المشهد الإعلامي الوطني بمنتج إعلامي متميز يكون فيه الخير والفائدة للجميع إن شاء الله يعني دكتور قبل ما ندخل لمواضيعنا اللي راح نناقشها اليوم وزيرا للإعلام أم مدرسا في الجامعة كلاهما لا تعارض يعني لا تعارض بين الأمرين أنا أنا أستاذ أكاديمي خلصت الدكتوراه في بداية الألفين وبعدها انضميت لجامعة اليرموك لفترة نعم. من الزمن واستمريت هناك بعدها دخلت للمجال الإعلامي مقدما لبرامج إعلامية كما حضرتك بالإذاعة وبالتلفزيون وكاتبا نعم. في في صحيفة الغد منذ أن تأسست وبعد ذلك دخلت السياسة فلا تعارض الحقيقة بين أن تكون أستاذا أكاديميا بين أن تكون لك حضور إعلامي وبين أن تكون سياسيا ووزيرا طيب في أسئلة كثير رح أتناولها حوالين هذول الموضوع المواضيع إن شاء الله دكتور بالبداية خلينا نبلش مع الانتخابات وهي شغل الشاغل للأردنيين الحديث عنها وعن مخرجات اللجنة الملكية في هذا الخصوص يعني بعد تغيير 16 قانون هل فعليا المشكلة السياسية اللي بيواجهها الاردن هي بس بشكل يعني قانون الاحزاب والانتخابات والشكل الانتخابي شوف التشريعات السياسيه لها دور اساسي في تنظيم اليه صناعه القرار وبالتالي نعم يعني احنا منذ منذ ثلاثين عام تقريبا ونحن نحاول أن نأتي بقانون الانتخاب الأفضل بقانون الأحزاب الأفضل جربنا عديد من القوانين الانتخابات والأحزاب وإحنا الآن أمام منتج جديد المنتج هذا أنا أعتقد أنه متقدم أنا أعتقد أنه لقى حالة من ارتياح العام إذا ما إن شاء الله مشت الأمور كما هو مخطط لها وكما يعني المسار الدستوري في إقرار هذه القوانين أنا أعتقد أنه إحنا سوف نكون أمام شكل جديد للمشهد السياسي الأردني سوف يكون هنالك حضور حزبي أكبر في البرلمان على الأقل بما نسبة 30% على الأقل نقول لأنه هاي اللي مخصصة للأحزاب لكن ممكن أنها تكون أكثر من 30% نعم هذه الأحزاب يتوقع أن تكون أحزاب برامجية لأنها ستكون أحزاب كبيرة يؤسسها ألف عضو من ست محافظات وبالتالي ليست أحزاب صغيرة كل حزب بيطلع له نائب أو اثنين لا بدنا نحكي عن أحزاب بيطلع عشرة أو خمسة عشر نائب إن شاء الله في البرلمان هذا من شأنه أن يجعل برلماننا برلمانا حزبيا برامجيا بيصير التنافس فيه على الأفكار وبالتالي نعم هذا شوية. سوف يؤدي لإعطاء شكل جديد وروحية جديدة للحياة الديمقراطية في الأردن جميل جدا دكتور راح نتحدث عن الأحزاب عن الانتخابات بس بدنا نطلع فاصل قصير من بعد هذا الفاصل نعود للاستكمال في حلقتنا مع الدكتور محمد المرادي حياكم الله احبانا مشاهدينا متابعينا في برنامج مباشر من عمون ضيفنا لهذا اليوم عضو اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه الوزير الاسبق والعين دكتور محمد المومني تحدثنا معك دكتور قبل الفاصل عن المشكله السياسيه اللي بيواجهها الاردن اللي وافقت انها هي مشكله احزاب ومشكله في قانون الانتخابات طب دكتور كيف بيضمن قانون الانتخاب اللي اوصت فيه اللجنه الملكيه رفع المشاركه الشعبيه نعرف انه المشاركه الشعبيه كانت الدوره الماضيه 23% فقط من الشعب كيف ممكن انا ازيد من نسبه الناخبين والمشاركه الشعبيه شوف مجرد انه بدانا نتحدث عن قانون انتخاب يقول ينص صراحه انه 30% في المرحله الاولى مخصصه للاحزاب تمام. هذا معناته سوف يكون لدينا مجموعه من الاحزاب التي تتنافس على استقطاب الاصوات تمام وبالتالي الجو السياسي العام سوف يكون اشتباكيا ايجابيا فاعلا راح يصير في محاوله حثيثه من قبل هذه الاحزاب لتسويق برامجها بطرق حديثه وراقيه بان تصل لكل المدن والقرى والمخيمات الاردنيه وتستقطب الاصوات منها هذا بالتاكيد سوف ينعكس على نسبه المشاركه. وايضا الامر الاخر اللي راح ينعكس على نسبه المشاركه الضمانات اللي موجوده اللي هي اتت بالرساله الملكيه اولا، ثانيا في ضمانات فنيه اللي هي توسيع الدائره الانتخابيه، هذا سيقلل من دور المال السياسي وسوف يزيد الثقه بالعمليه الانتخابيه. احنا نقول في ضمانات سياسيه وفي ضمانات فنيه لنزاهه العمليه الانتخابيه، الضمانات السياسيه رساله جلاله الملك نعم. وحديث جلاله الملك الواضح لانه الان مصداقيه الدوله الاردنيه على المحك يجب ان نلتزم بما بما قاله جلاله الملك. نعم. اثنين فنيا لما بنوسع الدوائر الانتخابيه ولما بصير في احزاب برامجيه المال السياسي دوره بقل بضعف ببطل لانه بتصير تحتاج لمئات الملايين عشان تاثر بالمشهد الانتخابي. تمام. ومع وجود عتبه للاحزاب لكي يعني تقفز عن هذه العتبه لكي يكون لها حضور في البرلمان، هذه كلها سوف تعزز من مصداقيه العمليه الانتخابيه وهذا من شانه ان يزيد المشاركه السياسيه، وزياده المشاركه السياسيه في الها فائده ايجابيه كبيره ان المواطنون يشعروا ان المواطنين يشعرون انهم جزء من صناعه القرار جزء من العمليه السياسيه الناظمه وبالتالي تزداد الثقه بالمؤسسات وتزداد الثقه البينيه في المجتمع الاردني. جميل دكتور هل تجبر الدوله الاردنيه المواطنين او الشعب الاردني على المشاركه في الاحزاب؟ الاجبار مش وارد بطبيعه الحال. انت بتحط قاعد منظومه قانونيه تقول لك انه انت كحزب سياسي لن تستطيع ان تكون حزبا سياسيا الا اذا كان في ألف عضو مؤسس من سته محافظات تمام وانت كحزب لن تحصل على اي اموال من خزينه الدوله اذا لم يكن لديك او لم تستطع ان تنجح نوابا في البرلمان وبالتالي هي العمليه عمليه خلينا نسميها تشجيع للانخراط بالاحزاب ما في حدا راح يجبر اي شخص انه يروح للاحزاب، بس لما الثقافه السياسيه تصير ثقافه حزبيه، لما المواطن الاردني يعرف انه اذا بدي اوصل صوتي للبرلمان لازم اني اما انتسب لحزب او اترشح من خلال حزب، او انه انا يكون في لي حضور حزبي بشكل او باخر. نعم. اضف الى ذلك والاهم ان القائمه الوطنيه القائمه الوطنيه حصريا مخصصة للأحزاب لا. في الفترة الماضية أنا أقول لك بصراحة الفترة الماضية كانت القائمة الوطنية حزبية أو غير حزبية يعني ممكن يكون مجموعة من الشخصيات الوطنية على مستوى الأردن تتآلف أو تشكل قائمة وطنية وتترشح الانتخابات الآن ما بصير هذا الكلام يجب أن تكون حزبية حصرناها أن تكون حزبية لا. كان في تعديل دستوري من أجل هذا الأمر بين هذا الامر وبين العتبه التي وضعت وما بين انه الاحزاب حكما يجب ان يكون لها 30% من الاصوات هذا سوف يشجع الناس ان تنخرط بالعمليه الحزبيه وسوف تكون الحياه الحزبيه هي جزء اصيل واساسي جميل من الحياه السياسيه جميل طب شو عملنا دكتور احنا عشان الان انا شاب اردني نتحدث عن اي شاب اردني بسمع انه في احزاب وبنخاف احنا كاردنيين من كلمه احزاب، هذا منتمي الى حزب وهذا منتمي الى حزب، لسه ما عندنا دكتور يعني هذه الثقافه اللي كل الشباب في الاردن عندهم وعي فيها بكافه قوانينها، شو عملت الدوله الاردنيه الان؟ شو عملت اللجنه؟ شو عملت الوزارات المعنيه والمعنيين لتوضيح فكره الاحزاب للشعب الاردني؟ شوف احنا لما كنا في اللجنه دائما وضعنا بذهننا ما يلي انه احنا لا نريد مخرجات او منتجات للجنة تحاكي الوضع القائم نعم لانه احنا اصلا اتينا كلجنة حتى نغير من الوضع القائم تمام وبالتالي احنا الوضع الحزبي الموجود الان عندنا 49 حزب و49 حزب هذول عدد منهم يحصل على اموال من خزينه الدوله حضورهم في البرلمان متواضع جدا احنا بدنا نغير هذا وبالتالي دائما كنا ننظر الى ما نريد ان نصل اليه وليس الى الوضع الحالي هذا طبعًا واحد طبعًا اثنين محقا اشرت انت انه الحياه الحزبيه في الاردن الانطباع عنها سلبي لماذا بسبب تاريخ الخمسينات بتتذكر كان عندنا احزاب عابره للدول وكانت احزابنا تاتمر بدول اوامر دول اخرى واحزاب اخرى خارج حدود الاردن وهذا امر خطير وجلل ولا يجوز نعم وبالتالي كان في عندنا تجربه مريره بالخمسينات اضافه انه باخر 30 سنه احزابنا كانت برضو ضعيفه اما احزاب شخصيه لا. اما احزاب لم تتمكن من الوصول للبرلمان هذا الانطباع السلبي العام موجود لان كيف سيتغير هذا الحزب بالقوانين اللي احنا حطيناها الان اخي الكريم لن يكون هنالك احزاب شخصيه بالقانون قلنا الامين العام بيقعد مرتين بس وبكل مرة حد على أربع سنوات يعني ما بصير أمين عام يقعد له عشرين سنة زي ما هو البعض في بعض الأحزاب اليسارية أو الوسطية في أمنا عامين صلوا عشرين سنة هلا هل ما بيجوز هذا واحد اثنين قلنا أن الحزب يجب أن يكون هنالك ألف عضو مؤسس من ستة محافظات تالي الأحزاب الضعيفة الصغيرة الدكاكينية خلينا نسميها هذه ستنقرض راح يصير في عندنا أحزاب كبيرة برامجية صاحبة أفكار صاحبة طرح وطني صاحبة مواقف مبادئ بالقضايا السياسية العامة هذا من شأنه أن يحسن الانطباع عن الحياة الحزبية ويزيد الاستقطاب. طب في مقترح من إخوان مواطنين بعلقوا معنا إنه يكون في مثلاً للنائب ما يكون أكثر من دورة للنائب يكون دورة واحدة فقط للنائب لزيادة العمل أو المشاركة البرلمانية هذا يعني. مقترح كمان مهم ما يكون في مال، الان انا نائب دفع على حملته دكتور 2 مليون عشان يقعد 8 سنين او 12 سنه، الان مقترح انه يكون فقط لاربع سنوات او دوره واحده برلمانيه شوف بالنسبه لتكرار النواب وانا كاستاذ علوم سياسيه بقول لك هذا نقاش موجود في كل دول العالم، انه هل هل نفتح المجال للنواب او اعضاء مجلس الشيوخ او ايا كان جميل بالاستمرار ولا نحط عليهم حد؟ الحقيقه غالب الدول اعتقد كافه الدول ما بتحط حد ليه؟ لانه انت بدك تخلي الهيئه الناخبه هي اللي تقرر مين نعم. يستمر ومين ما يستمر نعم بعدين النواب اللي بيستمروا مره ومرتين وثلاثه واربعه حقيقه بيصيروا مخزون من الخبره صير عنده خبره بصير عنده خبره وبالتالي آه. انت بدك ما بدك كل البرلمان يضل زي هيك بس لذلك احنا بنقول مثلا احنا في الاردن من الدول التي تشتهر بانه نسبه التغيير فيها في مجلس النواب مرتفعه جدا المره الماضي مره, الماضي المره يعني. مره الماضي حوالي خصوصا المره الماضيه مره الماضي حوالي 100 نائب جديد اجى وبالتالي مرتفعه وعاده بحدود 80% نسبه التغيير بتكون نعم. لكن ما في دوله بالعالم بتضع حد اعلى آه لعدد المرات اللي بترشح فيها النائب لانه بدها الخبره تكون موجوده ويترك القرار للهيئه الناخبه مين يستمر ومين تطرده برا، ما هو الناخب بالاخر هو اللي بيقرر هذا النائب اه والله عجبني اداؤه، عجبني سلوكه، انا بدي انتخبه مره ثانيه او لا ما عجبني بدي اروحه على البيت، هذا هذا ما تختاره الهيئه الناخبه. بالنسبه للحمله الماليه من التوصيات الهامه ايضا مخرجات لجنه التحديث السياسيه انه يكون في حدود عليا للانفاق على الحملات الانتخابيه كيف بدي اضبطها دكتور تضبطها بحساب بنكي تضبطها بتقرير محاسب من اجمل الاضافات اللي هي هاي بسموها من معايير النزاهه بده يكون في لكل حمله انتخابيه لكل حزب بده يكون في حساب بنكي في بنك طب و... اخوانه اولاد عمه واصحابه هلا اذا هو يعني اخوانه اولاد عمه اذا بده يصير يصرف المصاري بعيد عن اي حساب بنكي هذا انا بعتقد يعني اول شيء سياسيا بيكون اثره سلبي اكثر انت كحزب بتقول انا جمعت هذا المبلغ من اجل حملتي الانتخابيه وبدي اصرفه بالطرق التاليه بشكات بمراقب من مالي اعلان من كذا من كذا من كذا وبعدين لما بيجي عندك مراقب مالي موثق مدقق حسابات مالي معترف به يعني قانونيا معه شهادة لا. هذا بده يبين معه حجم انفاقك إذا أنت أنفقت أكثر بكثير مما تظهر السجلات بده يفسر لنا ليش يعني أنت حاط أنك مثلا دفعت خلنا نقول مليون دينار يافطات وأعلانات في الشوارع بينما فعليا اللي موجود أكثر من هيك هذه قضية فساد كبرى بتكون لأنه وقتها وفي عقوبات عليها برضه نص عليها نصت عليها المنتجات مخرجات القانون منها حرمانه من الترشح لدورتين متتاليتين من العقوبه بالحبس من افضل الاشياء اللي اللي عملوا فيها قانون الاحزاب اللي هي والانتخاب اللي هي الامور امور الحملات الانتخابيه والسيطره عليها ماليا ضمن سقوف معينه معقوله بتعليمات تصدرها الهيئه المستقله للانتخاب ولكن ضمن اسس نزاهه واضحه معلنه للجميع. طيب آه جميل جميل دكتور. الان احنا آه كمان آه بما انه حكينا عن النواب المخضرمين والنواب اللي لهم سنوات في عالم البرلمان الاردني. في برضو مخرجات من مخرجات اللجنه بتقول انه آه يسمح لمن هو او بلغ 25 عام انه ينزل للانتخابات. الان ال 25 سنه تقارير واحصاءات وفق دائرة الاحصاءات العامة إنه خمسين بالمئة من شبابنا في هذا العمر متعطل عن العمل بدور على عمل الآن ما عنده خبرة ما عنده تجارب ديمقراطية دكتور يعني إلى ماذا استمد أو إلى ما إلى ماذا استمدت هذه التوصية ليش تم العمل فيها؟ ليش أنا أصغر سن الترشح للنواب وأنا عندي 25 سنة لسه ما خاض تجارب، لسه ما صار عنده التجربة الكافية، لسه معوش فلوس، معوش فرصته ضعيفة صحيح. الآن معلي. أقول لك وهذا سؤال مهم. أنت قد عمرك؟ أنا عمري 32 <تصفيق> <تصفيق> يعني أنت على حالتين على الحالتين بتقدر تترشح الدورة هاي نازل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بدي أقول لك شو المنطق اللي ما. أنت سألت عنه آه كان في اقتراح من بعض الأخوة في لجنة الشباب أنه يكون عمر الترشح 18 سنة بقول لك زي ما أنت سمحت له ينتسب للحزب ده ده عمر 18 18. لو انت بعمر 18 اسمح له يترشح للانتخابات بعمر 18 في اخرين قالوا زي ما تفضلت انه هذا صغير جدا ولسه بده خبره فصارت ال ال خلينا نقول الحل الوسط بين كل الاراء انه يكون 25 سنه ال الهدف تمكين فئه الشباب بين ال 25 وال 30 انها تترشح للانتخاب الان هل سيكون لدينا عدد كبير من الشباب في البرلمان القادم بين هذا العمر انا ما بظن انا بظن بجوز بجوز يكون واحد بجوز يكون اثنين بجوز ما يكون ولا واحد ما بنعرف لا؟ مم. إذا تمكن شاب عمره بين ال 25 وال 30 سنة أن يترشح للانتخابات في حزب وأن يفوز في الانتخابات وأن يكون في البرلمان هذا بده يكون شاب أردني خارق محترم كفؤ تعب على حاله ليش نحرم شاب اشتغل على حاله وعنده القدرة أنه يكون ما هو بالآخر مين اللي راح يقرر أنه يكون في البرلمان أو لا يكون هم اصوات الـ الناس الـ الـ الناخبين نعم ما عليك بس كلنا بنعرف انه يعني الانتخابات والوضع الانتخابي انا بدي ادفع بالانتخابات بدي اعمل حمله اعلانيه قويه بدي اعمل فيديوهات بدي اطرح برنامج انتخابي بده يكون هذا البرنامج الانتخابي مبني على اسس وقواعد وفي فكر الان 25 سنه انا لسه يعني ما كونت هذا الفكر من تخرج من الجامعه لي ثلاث سنين فلنفترض ذلك لكن فلنفترض انه في شب اردني من هالعشرة من هال, هال ونص مليون أردني تمام ولا شابين ولا ثلاث قادرين أن يفعلوا ذلك ليش نحرمهم ما هو بالآخر أنت بتحكي عن قدرات والله يا يا أخي منصير أني شفت بهاي اللجنة إحنا كنا 92 صفنا 89 كان في معنا مجموعة من الشباب والله من خيرة من خيرة الأردنيين تتطلع على ثقافته على قدرته على وعيه على طاقته على امكانياته بتحسها احسن من كثيرين مما هم يكبرونه سنا ليش احرموا هذا يترشح انتخابات خليه يترشح هذا عنده قدره فليكن بالاخر من الذي سوف يقرر الناخبون الناخبون هم من سيقررون طيب جميل دكتور يعني حكينا بالبدايه كان اول سؤال انه فعليا المشكله السياسيه اللي بواجهها الاردن متمثله بشكل قانوني الانتخاب والاحزاب الان في عندنا مشكله اقتصاديه كبيره يعني احنا حكينا عن 50% وفق دائرة الإحصاءات العامة من الشباب متعطلين عن العمل، عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة لا تخفى يعني اللي ما بيشوف هذه المشكلة الاقتصادية بكون أعمى صحيح. محلات تجارية عم بتسكر، وضع اقتصادي صعب، الجمارك أو الشحن ارتفع، الأسعار الآن زادت، ما في زيادة للرواتب، عم بنواجه مشكلة اقتصادية قوية، الآن الحل الأمثل لأي مشكلة اقتصادية أنك تدعم الشباب توفر فرص عمل الان للشباب توفر بيئه استثماريه جاذبه للاردن وما الى ذلك من امور الان فعليا الانتخابات او الشباب راح يكون لهم دور راح يكون راح يكون في دور للاحزاب في التنميه الاقتصاديه المستقبليه يعني والله يا اخي الكريم انك انت حكيت واحده من اهم النقاط الاستراتيجيه في البلد ليه احنا ندرك تماما أن تحدينا الاستراتيجي العميق والكبير آآ آآ تحدي آآ اقتصادي سياسي اقتصادي سياسي وبالتالي إحنا بحاجة أن ننهض باقتصادنا بحاجة أن نزيد معدلات النمو زي ما تفضلت معدلات البطالة عندنا مرتفعة بشكل مقلق وبالتالي لازم أن نلاقي حلول الآن تحديث المنظومة السياسية وجود أحزاب برامجية وجود برلمان فاعل وقادر حزبيا وبرامجيا ان يراقب ويشرع بشكل جيد، هذا تمام من شأنه ان ان ينعكس على قرارات اصوب وعلى توجهات ان شاء الله سوف تفيدنا اقتصاديا. انا بأيدك تماما وانا اظن انه اي صانع قرار الدوله بكبيرها وصغيرها تدرك تماما انه هذا تحدي كبير يجب علينا ان ننهض به. نجحنا في بعض المجالات لكن لازلنا نريد مزيد من النجاحات في أماكن أخرى على سبيل المثال الصناعات الأردنية قصة نجاح قطاع الآي تي قصة نجاح في الأردن السياحة كانت تسير بخطى ممتازة في الاتجاه الصحيح نعم عندنا مشكلة لا زال في موضوع الاستثمار عندنا مشكله لا زال في موضوع البيئه السياسيه المحيطه في الاردن لانه احنا كدوله طرينا ان نمتص كثير من التداعيات الاقليميه صحيح من الحرب صحيح على العراق صحيح للحرب على سوريا لموضوع الربيع العربي هاي كلها كان لها انعكاسات اقتصاديه بالمليارات على الاردن وانتهت الامور بكورونا وانتهت الامور بكورونا باسوا ما يكون الان خلصنا يعني ان شاء الله نكون على وشك ان ننتهي من كورونا نعم وننطلق في الاتجاه الصحيح زي ما تفضلت الهدف الاساسي انه نزيد معدلات النمو الهدف الاساسي انه الشاب الاردني اللي اشتغل حاله وتعب حاله يلاقي فرص عمل وهنا مهم زي ما بنحكي احنا انه لازم يكون في بيئه حاضنه للاستثمار لازم يكون في مجال وفرص للشباب مهم الشباب ايضا يشتغلوا على حالهم م. يعني انت بتعرف وانا بعرف انه الشهاده الان بطل لها اي وزن في سوق العمل لا. صح ولا لا, لا الان الحديث عن المهارات وبالتالي الشباب اللي بيشتغل على مهاراته بيشتغل على مهارة معينة بيطلبها سوق العمل هذا هو المستقبل لهذا لهذا الأمر وبالتالي إحنا بدنا نزيد قدراتنا ونتعب على حالنا أكثر من مجرد أنه حصلنا على شهادة جميل يعني الآن مش عم بتشوف تغيير معليك يعني عم تغيير من الشباب بشوف الشباب عم بيشتغلوا على فرد الكازية الشباب عم بيشتغلوا بالكهرباء بالكذا بالكذا applications آه هاي يقول منيحه السياحه والله بشوف وبشوف مبادرات انا في احد طلبتي احد طلبتي ما لقى الشغل تعرف شو عمل م -م. اسس شركه راح شو بتعرف العمارات بعمان بيكون فيها بوابين عشان م -م. ينظفوا عشان يجيبوا م -م. عمل شركه اخذ خمسين عماره شغل عنده عشرين واحد بيروحوا بيسووا العمارات وبيسووها وبينظفوها وبيجيبوا اغراض للبيوت اللي بدها اغراض اللي اذا في صيانه بيعملوا لها صيانه مم. والان وضعه المالي احسن من اي وظيفه ممكن تفكر فيها. ماشي مالك بس وين المشكله بتصفي؟ المشكله بتصفي انه هاي الدخول من هذه الوظائف، يعني خلينا نحكي على فرد كازيه صح. على حارس عماره عن كذا عن كذا الشغل مش عيب نهائيا، ولكن هاي الدخول عم بتكون معاليك متدنيه، الان العامل الوافد بس يدخل عليه 200 300 دينار 400 دينار بس يحولهم يبعثهم لاهله بيعملوا قيمه كبيره، لأنه هون بالقيمه هون يمكن يعني صعبه على الشباب. هاي مشكله اقتصاديه كمان مشاكل مهمه صحيح ومش و و صحيح الصحيح اللي بتقوله انه فعلا في بعض الوظائف ال 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 بديش اقول وظائف في بعض الاعمال م -م. قليله الدخل بس بالمقابل في اعمال عاليه لا تلبي الطموح ولكن في عزوف عنها اعطيك مثال مثلا كثير من المزارعين في الغور خاصه مزارعين النخيل بقول لك انا بدي عماله وافده مستعد اعطيها في اليوم 30 و40 دينار بس تضل عندي على فتره سنه صح بقول لك ما عم بيلتزم معي الا الوافد نعم لانه مع انها مجزيه صحيح ففي اعمال مجزية ما بتناسب. بس لكن في عزوف عنها لا زال مع انه قطاع السياحه انا بتذكر الزمن اللي لا يمكن كنت تشوف اردني بيشتغل بقطاع السياحه صحيح. انا اذكر هذا الزمن الان الحمد لله صار قطاع السياحه 90% من اردنيين نعم آه ف, ف يعني بدنا نعترف انه القصة بدها مساهم انا انا مع انه نفكر بموضوعيه بهذا التحدي الاستراتيجي أيوة الكبير ايوه انه الكل عليه دور ايوه جماعه الاستثمار في الدوله عليهم دور صناع القرار عليهم دور الاحزاب عليهم دور انهم يكونوا براغماتيين وجب القوه العامله عليها دور انتاجيتها عليها دور الكل لازم يعرف شو الدور اللي لازم يقوم فيه وننهض فيه كلياتنا بغير هيك بنضل نلف بحلقه مفرغه مزبوط طيب معليك يعني تحدث رئيس لجنة الانتخاب أنه قانون الجديد بضاعف فرصة الأقارب بالوصول إلى البرلمان من خلال ترشح يعني أحدهم عن الدائرة المحلية والآخر في القائمة الحزمية هل ما زال التفكير بالانتخابات على أساس الأقارب هل أخذت اللجنة في قوانينها هاي الاعتبارات؟ بعرف شو قصدك في موضوع الأقارب بس أنت قصدك أحزاب؟ نعم أحزاب اللي اللي هي يعني الوصول للدائرة من خلال ترشح آه خلينا نحكي آه يعني آه القائمه الحزبيه ينزل على القائمه الحزبيه وينزل على الدائره المحليه بكون طيب فيها اقارب بمجلس النواب آه, اه شوف هلا في, في عندنا قائمه على مستوى وطني قائمه حزبيه حصرا م. على مستوى وطني مغلقه وليست مفتوحه م. وفيها عتبه 2.5% هذه بس 2.5 مش قليل والله صار عليها نقاش يمكن في بلدان اخرى 4% في ناس في ناس طلبوا 5% عتبه، في ناس طلبوا 1%، بالمناسبه الاحزاب الصغيره تريد عتبه قليله لانه ما بتقدر تجيب اصوات كثير. الاحزاب الكبيره بدها عتبه عاليه. نعم لذلك في ناس داخل اللجنه، اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه طلبوا العتبه تكون 5% وفي ناس طلبوا تكون 1% نعم على اساس انها ترشح يعني تطلع نائب واحد على الاقل. نعم بالاخر صارت التسويه 2.5% 2.5% اذا افترضنا انه في 2 مليون ناخب اردني 2.5% معناته 50 الف صوت يعني هالحزب اللي ما بيقدرش يجيب 50 الف صوت على مستوى المملكه الاردنيه الهاشميه يعني شو بدنا فيه حزب زي هيك بدنا نعم. حزب يجيب 50 و100 وميت الف و200 الف و300 الف, الف, الف ويطلع له 6 و 7 نواب ان شاء الله في البرلمان عوده على على سؤالك الهام فهي القائمه على المستوى الوطني الان على المستوى المحلي في 18 دائرة انتخابية <applause> ال 18 دائرة انتخابية تترشح الأحزاب على هذه الدوائر الموجودة على مستوى الدوائر الـ الـ الانتخابية ال 18 اللي هي ظلت زي ما هي تقريبا في كل المحافظات نعم الزرقاء صارت دائرة انتخابية واحدة عمان ثلاث دوائر انتخابية واربد دائرتين انتخابيتين المجموع كله بصير 18 دائرة وبالتالي يعني خلينا نقول حزب زي حزب جبهة العمل الإسلامي على سبيل المثال ولا م. أي حزب آخر بيقدر يرشح مرشحين على المستوى الوطني وبقدر يرشح بالمحافظات ايضا على مستوى المنافسه في المقاعد اللي موجوده على مستوى المحافظات عشان هيك بنقول الحد الادنى من عدد الاحزاب او الحزبيين الموجودين في البرلمان راح يكون 41 لانه على مستوى المحافظات والدوائر المختلفه ايضا راح يطلع حزبيين نعم وهذول الحزبيين راح يكونوا شركاء لزملائهم في البرلمان نعم طب دكتور بعيدا عن أي دبلوماسية أكثر المقترحات اللي تمنيت أنها ترفق في التوصيات لكنها لم ترفق مقترحات قصدك في اللجنة باللجنة. في اللجنة يعني شوف أنا كنت من الذين يتمنون أنه العتبة تكون أكبر شوي يعني بالعتب الموجودة حاليا 2.5% التوقعات أنه راح يطلع لنا ست أو سبع أحزاب على المستوى القائم الحزبي الوطني انا لو كان لو كانت العتبه اعلى كنا بنحكي عن ثلاث او اربع احزاب يعني انت تخيل في البرلمان يكون عندك ثلاث اربع احزاب قويه بدل ست سبع احزاب قويه بجوز هاي من الاشياء اللي انا كنت بميل بميل لها الوثيقه كلها بعرفش اذا اطلعت عليها هي صدرت على شكل كتاب ليس كتيب بالحقيقة حوالي 300 صفحه فيها ورقه سياسات مهمه وانا تشرفت اني كنت في لجنه الصياغه اللي صاغت هاي الوثيقه وهاي الورقه السياسات مهمه هي هي تعبر عن التوجه الاستراتيجي اللي احنا بنعتقد يجب ان يخطيه المجتمع الاردني في اطار التحديث السياسي جميل جدا طيب دكتور نروح لأيضا موضوع مهم كنا اعلنا عنه موضوع حملات تستهدف الاردن انت دكتور يعني اعلامي وتعمل في مجال اكاديمي لك باع طويل في هذا المجال الان ما يحدث من استهداف للاردن والملك دكتور محمد المومني هو عمل مبرمج ولا فعليا تحقيق استقصائي وصحافه والله يا اخي انا بعتقد انه عمل مبرمج لانه انا بكل تواضع يعني صلي بهالشغله فتره طويله من الزمن وانا بعرف شو معنى لما يصدر تقرير بعشرات الالاف من الصفحات ويكون التركيز على المملكه الاردنيه الهاشميه. نعم وتكون اعلانات مموله في السوشيال ميديا عن المملكه الاردنيه الهاشميه. هذا في في سبب واضح لهذا الموضوع. احنا احنا الاردن وجلاله الملك فوق الشبهات والحمد لله. نعم. احنا بلد صغير بنى دوله عظيمه. لو تشوف شو اللي نبنى ولا تشوف شو اللي انحط في هذا البلد بتلاقي قديش احنا ادرنا مواردنا بشكل جيد. هذه محاوله لزرع الفتنه، محاوله للنيل من رموز الدوله الاردنيه، محاوله لبث الفرقه والانقسام داخل المجتمع الاردني، محاوله لئيمه وخبيثه من اجل ربط المال العام بالاموال الخاصه لجلاله الملك. وانت بتعرف وانا بعرف احنا اثنين اردنيين. واحنا بنعرف أن العائلة الهاشمية لها أملاك مش إحنا درسنا في كتب التاريخ يا أخي كيف أن الشريف الحسين بن علي تبرع بأربعمائة ليرة ذهب لإعمار المسجد الأقصى نعم مش درست أنت ودرسناها أنا نعم وبعد ذلك الملك عبد الله المؤسس معروف يا أخي أنه في أملاك للعائلة الهاشمية جلالة الملك حسين الراحل رحمه الله معروف كان لديه كان يمتلك أسهم في في شركات عالميه طب معروفه من يقف وراء هذا العمل المبرمج واقول لك هلا هلا بقول لك مين يقف يقف قبل ما اقول لك مين يقف ففي املاك في في اوروبا طبعا في الولايات المتحده في مكه في الحجاز نعم اللي فينا زار مكه والحجاز بيقول لك هذا الـ هذا البلوك للاشراف التاليه اسمائهم هذا مش مش انطلقت الثوره العربيه الكبرى من اجياد من قلعه اجياد نعم صحيح اللي كان يمتلكها الشريف الحسين بن علي طب اولاده من بعده مش بدهم يورثوا هاي نعم في املاك في تركيا اللي هي كانت عاصمه الدوله العثمانيه في اسطنبول للعائله الهاشميه ايضا من يقف خلفها كل من يريد ومن هو متضايق من استقرار هذه الدوله من مكانه هذه الدوله يا اخي يا اخي مناصير احنا احنا دوله محترمه اطلع برا وقول انا اردني وشوف رده الفعل ناس تحترمك لانك اردني لا. هذا ما اجى من فراغ هذا اجى لانه احنا دوله عظيمه وقيادتها محترمه تتذكر وقت ال... وقت الحرب على داعش سيدنا لف كل العالم وهو يعمل خطابات دفاع عن الاسلام والمسلمين في ارفع المنابر صحيح. لما سيدنا بيحكي بواشنطن الناس تنصت لاننا ناتي بالقول الحق بالقول المنطق لذلك قوه تاثيرنا اكبر بكثير من حجمنا وهذا لا يعجب البعض ويتضايق منه البعض ويحاولوا النيل من من امننا واستقرارنا وزرع الفتنه اللي المثلج للصدر مع اللي صار وهذه الهجمة الرعناء الغير مهنية والغير أخلاقية انظر إلى إلى وعي المجتمع الأردني صحيح كيف وضعها في إطارها الصحيح لا بل والزاد التفافه حول ملكه صحيح وانت وانا بعرف انه في كثير اردنيين عندهم قد الأم العقارات اللي عند سيدنا خمس مرات نعم صح ولا لا؟ نعم وبالتالي هذا لما الاردني شاف هذا اللي صار قال لك طب ليش احنا عم بصير فينا هيك؟ طب ليش هذه الهجمة علينا؟ لماذا محاولة زعف ازداد التفاف الناس؟ ممكن يكون في العلاقات مع سوريا الآن وعودة العلاقات مع سوريا دخل في ذلك؟ لا أدري قد يكون أنا بعرف أنه الدول تحاول جاهدة أن تعظم من قدراتها في التأثير وتقلل من قدرات تأثير الآخرين نعم. لما تزيد قدرة الأردن في التأثير من الطبيعي أن يكون هنالك جهات أخرى جهات وربما دول متضايقة من هذا الأمر وتحاول التقليل من شأنه لكن قلت لك اللي يثلج الصدر الحمد لله درجة الوعي العالية والمتقدمة صحيح. اللي موجودة يعني صحيح. بالأردنية. طب معلي كيف تقرأ بيان الديوان الملكي حول عقارات جلالة الملك في الخارج وهل فعليا قدم البيانات كل المعلومات الكافية لتفنيد ما نشر في وثائق باندورا أنا أنا بعتقد البيان كان موفق أنا بعتقد وكان في نقاش حول الأمر أنه ايا كان لابد ان يكون هنالك شيء يقال بشكل رسمي عشان يكون في بسموها باللغه الدوليه ناريتيف يعني بيكون في هنا روايه من جهه ويجب ان يكون هنالك روايه مضاده وبالتالي جيد ان يكون هنالك روايه مضاده البيان بطبيعه الحال كان بيانا محترفا بمعنى انه لن يقوم حتى يعني يزيد من قوه اقناعه بالافصاح عن الاماكن والعقارات الموجوده يك... لا امنيا لا يجوز هذا الكلام صحيح ومن ناحيه الخصوصيه تتذكر احنا احيانا بندرس في في معاهد الاعلام الخصوصيه عند الناس ما بيجوز فما بالك برئيس دوله يعني حتى راس الدوله من حقه ان يكون هنالك درجه من الخصوصيه في الامور المتعلقه ونشر هذه الخصوصيه من خلال مواقع هذا استهداف لي استهداف ومباشره يضر بأي حسابات أمنية هذا زعيم دولة نعم. ما بيجوز أنت تتصرف بهذه الطريقة معه وكأنه شخص عادي أنت حتى الشخص العادي لا يجوز أن تنشر ما هي أملاكه الخاصة وما هي مواقعها فما بالك بزعيم دولة فأنا بعتقد البيان كان موفق وجيد أنه يعني خرج للعلن حتى يكون هنالك روايتين مقابل بعضهما البعض جميل جدا طيب هل العلاقات دكتور الأردنية الأمريكية الآن مهددة من أب... لماذا مهددين؟ يعني؟ مهددين من يعني بهذه المرحله ممكن حاولوا يضربوا العلاقات ما بين عشان المساعدات الخارجيه وهي نعم. شوف الدول العالم المانحه للاردن الولايات المتحده، كندا، بريطانيا، المانيا، اليابان اللي بداكية. نعم. هذه دول عندما تعطي قروض او تعطي منح تعطيها وهي تعلم تماما ان هنالك انظمه مراقبه ومحاسبه على اعلى درجات الدقه، من هون بقول لك اللؤم والخبث فيما حدث محاوله ربط الاموال الخاصه لجلاله الملك بالمساعدات الخارجيه، نعم. هذا هدفه الاضرار بالاردن هدفه الاضرار بالدوله الاردنيه والمجتمع الاردني. نعم. والله يا اخي وانا اشتغلت مع منظمات دوليه ما في فلس بتدفعه دوله الا بكون مراقب من قبل إما جهات محايدة أو أنظمة محاسبية معقدة وبالآخر بيعملوا إيش بسموه مونيتورينج أند يعني بيعملوا تقييم للمشروع اللي مثلا أعطوا مصاري بشأنه هل كلف فعلا تكلفته معقولة منطقية بتصير ما بتصير هاي ناس بتدفع أموال دافعين ضرائب شعوبهم وبالتالي هم حريصين أن يضعوها في المكان المناسب وبالشكل المناسب وبالتالي أي شخص مبتدئ حتى في السياسه وبعرف على موضوع المساعدات الخارجيه يعلم تماما أن المساعدات والقروض التي تاتي مراقبه باعلى درجات الرقابه المحترفه والمحايده جميل جدا دكتور احنا يعني في كل لقاء بكون في عنا بعض الاسئله اللي شوي هيك يعني بنحاول من خلالها انه نوصل لاجوبه من خلال ضيفنا نعم. دكتور يعني يقال انه سمير الرفاعي كان الانسب لرئاسه اللجنه الملكيه هل تتفق مع ذلك ام لا والله اتفق يا اخي، انا انا لم اتشرف بالعمل مع دوله سمير فاعي قبل هذه اللجنه، لكن الحقيقه واسجلها للتاريخ ان الرجل كان في في منتهى الكفاءه ورجل دوله من الطراز الرفيع. انا شخصيا تشرفت بالعمل معه عن قرب، وتشرفت باني اشتبكت انا وياه في عدد من الملفات، واعتقد انه كان خيارا مناسبا جدا. جميل يقال انه محمد المومني ظلم من خلال الحكومات اللي كانت فيه وكان طلع في بيانات كانت خاطئه هو ما له علاقه فيها وهو رجل محترف اعلاميا والله شوف يا اخي انا اشتغلت مع اربع رؤساء وزارات اثنين كمستشار واثنين كوزير وقعدت اطول فتره كوزير اعلام نعم. احيانا بدك بدك تقوم بواجبك لما الواجب يناديك احيانا لما بيكون في موقف يتطلب منك ان تقول شيء حتى لو كانت هذا تقول هذا الشيء فيه تكلفه شخصيه كبيره عليك بدك تقوله، وبدك تكون رجل دوله وبدك تشيل اللي ما بده يشيل لا يدخل العمل العام حتى لو هذا يعني يضر مكانتك كوزير الاعلام حتى لو، احيانا انت لما بيكون في مصلحه للدوله وفي شيء لازم نقوله وهذا الشيء غير مقبول شعبيا وهذا الشيء قد يعود او يكلفك على المستوى الشخصي بدك تكون بدك تكون زلمه وبدك تكون رجل دوله وتسويه غير هيك ما بزبط تكون رجل دوله غير هيك خلي قاعد بدارك طيب يقال انه دكتور محمد المومني طموحه ان يكون وزيرا للخارجيه والله يا سيدي انا يعني مرات بعض الاصدقاء بيحكوا لي هذا الكلام احنا في خدمه وطننا وين بنقدر نخدم وطننا ان شاء الله لن نتردد اين ستذهب بنا السياسه هذا يترك للمستقبل لكن ان شاء الله انه انه احنا جميعا يعني نتسابق ونتنافس من اجل خدمه بلدنا وملكنا. طيب دكتور هل عرض عليك فعليا فرص عمل في قنوات محليه او خارجيه وانت رفضتها؟ بالاعلام لا بقنوات وكذا لا، كان في عدد من المحاولات لتاسيس شركات اتصال استراتيجي مع دول الخليج او على المستوى الدولي، عدد من الاصدقاء الخليجيين والامريكان لكن لم تترجم للان على ارض الواقع طيب هل بتايد انه يكون وزير الاعلام من خارج القطاع الصحفي تعرف دكتور يعني هذا يمكن بيقودنا للحديث عن وزير صحه سابق كان من خارج القطاع الصحي وكانت تجربته ناجحة فهل بتأيد أن وزير الإعلام ممكن أن يكون ناجح حتى لو كان من خارج الإعلام لأنه في تعليقات كثيرة على المهندس مع المهندس دودين أنه يعني هو من خارج يعني العمل أو خلينا نحكي الأكاديمي الإعلامي أنه مش دارس إعلام هو مهندس هل بتأيد أنه لا ضير أن يكون وزير الإعلام من خارج الوسط الإعلامي لا ضير على الإطلاق بذلك المهم بتقديري في وزير الإعلام أن يكون ملم تماما بالملفات السياسية والاقتصادية ملفات السياسية الخارجية والداخلية والملفات الاقتصادية لأن وزير الإعلام مش بس بيحكي إعلام بيحكي, اقتصاد وبيحكي سياسة وبيحكي دبلوماسية يجب أن يكون ملم بهذه الملفات جميل جدا مشاركة عبر لايف دكتور من مواطن بقول انه يجب أن يرشح الحزب كل شخص منتمي للحزب لفترة لا تقل عن عشر سنوات تأيد هذا الموضوع؟ آه يرشحه شو قصد؟ يعني مش فاهم السؤال إذا المقصود أنه بحد أعلى يكون أمين عام للحزب مثلا عشر سنوات لا إحنا حطيناها أقل من هيك ثمان سنوات هي إذا هذا المقصود مش عارف إذا فهمت السؤال أو أنه يكون منتسب للحزب لعشر سنوات منتسب إحنا حطينا على الأقل لمدة سنة على الاقل لمده سنة. سنه لازم يكون منتسب حتى يرشحوا الحزب للانتخابات، نعم م. اذا هذا المقصود حطينا سنه وليس عشر سنوات طيب دكتور يعني كثير ناس بقول لك جهد مشكور للجنه ويعطيكم العافيه وقوانين وكذا واقتراحات مهمه الان يعني مررت الى الحكومه والدوله الاردنيه بحكي لك في بعض طرق التزوير في الانتخابات الان، كيف حلها هاي؟ شو طريقه حلها؟ قلت لك في ضمانات سياسية، في ضمانات فنية، الضمانات السياسية رسالة جلالة الملك وهو الدولة. خلص الدولة حكت كلمتها إنه هذا يجب أن يتوقف، بدنا نحدث، بدنا نوقف أي شيء ثاني. اثنين واضح إنه كافة يعني القوى السياسية في المجتمع وصلت إلى درجة من الوعي أنها لا تري لا يعني لن لن تتعايش مع التدخل في الانتخابات بشكل مؤذي. وبشكل لا يعبر عن أصوات الأردنيين هذه ضمانات سياسية في ضمانات فنية اللي هي توسيع الدائرة الانتخابية وتحزيب الدائرة الوطنية لما توسع أه. الدائرة, أه. الدائرة, الدائرة الانتخابية المهمة. لما توسع الدائرة الانتخابية ولما تعمل القائمة الوطنية حزبية صرت بتحكي أنت عن دور للمال السياسي بده يكون بمئات الملايين حتى تقدر تأثر في الانتخابات وبالتالي سوف يضعف تأثير المال والاحزاب راح تصير تراقب بعضها وتصير تراقب انفاق بعضها البعض، هذول قديش انفقوا، هذول قديش حطوا، هذا الاعلام بكلف كذا، هذا الاعلام بكلف كذا، نعم. هذا كله سوف يخلق جو من النزاهه والشفافيه ويوقف وي اي دور للمال السياسي، بالتالي توسيع الدار الانتخابيه، تحزيب القائمه على المستوى الوطني، تنافسيه الاحزاب هذه كلها ضمانات فنيه من اجل وقف اي حاله من عدم الشفافيه والنزاهه في الانتخابات. طيب موضوع مهم جدا ايضا دكتور موضوع الحريات في الاردن. هناك من يقول انه في تضييق للحريات، جلاله الملك دائما يطالب ان يكون للاعلام تحديدا دور كبير وفاعل وحريه سقفها السماء، وهناك تضييق من الحكومات على الدور الاعلامي في الاردن. شوف احنا الحريه الاعلاميه في الاردن لا زالت الافضل على مستوى الاقليم هيك تقييمك للحريه الاعلاميه في الاردن اذا بتقارنها يعني هلا استثني لي مثلا دوله زي ربما دولتين فقط اللي هم تركيا واسرائيل غير هيك احنا الحريه الاعلاميه في الاردن متقدمه على باقي دول الشرق الاوسط ومع ذلك نقول نحن بحاجه لمزيد من العمل نعم بحاجه لمزيد من تطوير ادواتنا فيما يختص بالحريات الاعلاميه بحاجه ان ننتهي من قصه المراقبه الذاتيه سيلف شيب نريد أن نرتقي بحرياتنا الإعلامية لفضاء أرحب إن شاء الله لكن لازم نكون موضوعيين بتصنيف مستوى حرياتنا الإعلامية اللي موجودة حاليا لسنا السويد لكن من نفس الوقت لسنا دولة محرومة من الحريات إحنا لا زال عندنا في درجة يعني أظن مصنف رسميا على أننا بارتلي فري يعني حرة جزئياً فيما يختص بالحريات الاعلاميه، م. نامل ان نصل لمرحله الحره كامله ولكن هذا لا لا يجب ان يجعلنا نتجاهل انه احنا افضل دوله في الشرق الاوسط باستثناء الدولتين اللي انا حكيت طيب دكتور يعني في تفاعلات كبيره من خلال اللايف الان على مواقع التواصل الخاصه في موقع عمون، في معنا اتصال من اخ مواطن حاب يتحدث معنا، اخونا خالد القضاء مساء الخير. مساء الخير كل معالي الوزير وكل احترامي لكم مساء الخير بس يا ريت لو ترفعونا يمكن الصوت عشان نسمع خالد بشكل اوضح تفضل اخوي خالد بسؤالك يعني هاي فرصه نحكي مع علي وهو مشهود بالخبره و... والخبره والدرايه انه ليش المسؤولين الاردنيين بيحبوا يصرفوا وسائل الاعلام الاجنبيه عوضا يعني عن المحليه هذا نلمس فيه من محاوله لتهميش وسائل الاعلام المحليه وحتى الرسميه منها، هناك تخلي عن وسائل الاعلام المحليه لصالح وسائل الاعلام الاجنبيه، وهناك محاوله اخرى لترويج وسائل الاعلام المحليه حتى تبقى تدور في فلك الحكومات، حتى تبقى تدور في فلك السلطه التنفيذيه، الترهيب والترهيب بيجي عن طريق مثلا قوانين، بيجي عن طريق قيادات، بيجي عن طريق قوانين جديده، او حتى بيجي عن طريق قوانين حظر نشر. فنحن نلمس ان هناك دائما محاولات لتهميش الاعلام الاردني مع اعلام قوي وكثير من زملائنا الصحفيين الذين لم يستطعوا ان يؤدوا دور مهم في الساحه الاردنيه دور مهم الاردنيه لكن استطاعوا ان يبنوا مؤسسات اعلاميه عربيه وخارجيه اعتمدت على كفاءة اردنيه لم تعطى لهم الفرصه في اداء هذا العمل الابداعي في الاردن نحن نخشى على اعلامنا وهذا سؤال لمعالي شكرا يا اخوي خالد القضاة تفضل معي شكرا يا خالد اذا ميست الصوت اظن صديقنا الاستاذ خالد عضو عضو نقابه الصحفيين اذا نعم. اذا اذا ميست نعم هو نفسه إذا انت نفسه اهلا نعم. اهلا يا اخي خالد والله يا اخي خالد انا اؤيدك تماما وصدقني اقول لك المسؤول الذي يعي أهمية الإعلام الوطني بخلي الإعلام الدولي ينقل عن الإعلام الوطني بتذكر في أزمات كبيرة منها أزمة الشهيد الكساسبة صاروا ان ينقلوا عن التلفزيون الأردني لأنه طلعنا وطلعنا بياننا الرسمي من التلفزيون الأردني وقلنا لهم خذوا بياننا الرسمي من التلفزيون الأردني في بعض المحطات طبعا قاومت قالت لا إحنا ما بنأخذ من حدا وإحنا لازم نأخذ حصريا قلنا لهم إحنا الآن في أزمة وهذه وسيلتنا الإعلامية الأساسية انا انا اعي تماما وانتمي لمدرسه الحديث مع الاعلام الوطني اخلي الاعلام الدولي ينقل من الاعلام الوطني لا. هذا لا يعني انك انت ما تشتبك مع الاعلام الدولي واذا في عنده سؤال الاعلام الدولي تجاوبه عليه وتدعي للمؤتمرات الصحفيه واذا عنده سؤال عاده الاعلام الدولي بيهتم بالامور الدوليه الاقليميه الحدود الارهاب خليه يجي واعطيه تصريحات ما في مشكله لكن إيانا أن نضع إعلامنا الوطني في زاوية أن ينقل عن الإعلام الدولي والله هذه عيب بحق أي مسؤول وعيب بحق الدولة وعيب بحق ال 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 الإعلام الوطني كله طب ليش أنا أعمل هيك؟ أنا الإعلام الدولي بده معلومة طب أنا إياها من خلال صحفي ومن خلال تلفزيوناتي الوطنية لا. أول شيء بقويها اثنين معلومة تبتصل لل للجهات الدولية انا اايدك تماما اخي خالد انه لازم نعطي قوه واشتباك مهني مع اعلامنا الوطني هذا يقويه وبيخليه وبيخليه اداه قويه بيد المجتمع مش بيد الحكومات بيد المجتمع نعم. وبيد الدوله لانهم جزء من الدوله هذا افضل واكرم لنا والاصوب والاصوب في اداره شؤوننا الصحفيه والإعلامية والسياسيه طب معليك يعني في عهد وزارتك في وزاره الاعلام اسست قناه المملكه والان برايك ما الفرق بين قناه المملكه والتلفزيون الاردني يقدم الخبر ويقدم التقرير الرسمي وقناه المملكه حاليا لا شوف قناه المملكه وانا فعلا انا كنت مع قناه المملكه عندما كانت فكره فكره مجرد فكره طرحت في في مجلس السياسات الى ان اصبحت قناه وغادرت موقعي قبل أسبوع أعتقد ما تنطلق القناة. نعم. في حاجة استراتيجية في المشهد الإعلامي الوطني لقناة إخبارية. الفرق الأساسي بين المملكة والتلفزيون الأردني التلفزيون الأردني محطة شاملة. نعم. قناة المملكة يقدم الدراما يقدم تماماً. البرامج يقدم. تماما المملكة محطة إخبارية يعني زي العلاقة بين إم بي سي والعربية هي العلاقة بين التلفزيون الأردني والمملكة هيك فكر فيها. احنا كان من تحدياتنا الوطنية انه لما بكون في عندنا ازمة او حدث كبير التلفزيون الاردني محطة شاملة بجوز يكون في برنامج يعني دراما ولا برنامج مش اخبار نعم حتى كوادر الاخبار مش متوفرة دائما في التلفزيون الاردني كونه محطة شاملة نعم صار في حاجة ماسة لقناة اخبارية 24 ساعة انه في اي لحظة بصير في عندنا حدث ان هاي المحطه تكون قادره على انها تحكي للناس شو اللي عم بصير بطريقه مهنيه ما اعطاء التلفزيون الاردني دوره وأهميته الكبيره إن دائما كنت احكي للاخوان في التلفزيون الاردني بالمملكه انتم علاقتكم مع بعض علاقه تكامليه مصلحه المملكه باستمرار وازدهار التلفزيون الاردني نعم ومصلحه التلفزيون الاردني بازدهار المملكه على علاقه تكامليه بين هذه الاوراق جميل والإعلام. جدا هذا الكلام طب سقف قناه المملكه هل يضاهي سقف سكاي نيوز بي بي سي القنوات العالميه مفروض مفروض نعم لانه شوف لما تكون التغطيه مهنيه وحياديه ومحترفه مفروض ياخذوا سقفهم الكويس احنا دائما كنا نقول لاخواننا في الاعلام نقول لهم قودوا المشهد لكن ابتعدوا عن اي نزعات سياسيه او تاجيجيه هيك كنا نقولهم قولوا ولا تؤججوا نحن احنا بدنا اياهم يقودوا المشهد الاعلامي بدنا اياهم يقودوا المشهد السياسي لكن دائما هاي المعادله اللي كنا نتعامل معها وهلا صرنا نحكي لكم اسرار عملنا السابق مه. قودوا المشهد ولا تؤججوا يعني لما يكون في عنا ازمه معينه لا بدنا اياك تكونوا قائدين للمشهد الاعلام الرسمي هذا الكلام والإعلام الخاص بس ما بدنا وسائل الاعلام تصير تنحى أو تأخذ دور المحرض لا سمح الله no. هذا ما بدنا إياه no. بس أن تقود المشهد وتنقل المعلومة وتقول للناس شو اللي عم يصير هذا بصير مصلحة لنا إحنا كرسميين في في ذلك الوقت طب معليك يعني بآخر أسئلتنا اليوم في هذا اللقاء الطيب معك الصحافة الورقية إلى أين؟ الصحافة الورقية خزان للمهنية الصحفية يجب أن نحاول مساعدتها بقدر ما نستطيع يجب أن نساعدها أن تتحول بأدواتها إلى ما هو ورقي وغير ورقي يعني الآن مطلوب منها ويجب أن نساعدها على ذلك أنها تطور أدواتها الرقمية والديجيتالية لا. لأن المستقبل هناك وبالتالي يجب أن نستمر بمساعدتها بكل طريقة ممكنة ضمن إحكام القانون طبعا يعني موضوع أي شيء خارج اطار العمل الطبيعي لاسناد الصحافه الورقيه وانا أعتقد كان في ثلاث اربع قرارات لولاها كان وضع الصحافه الورقيه اسوء مليون مره مما هو الان منها تعديل سعر الكلمه انا لما استلمت وزير كان سعر الكلمه في الاعلان الحكومي في الجرائد ست قروش ونص لما غادرت كان 55 قرش ست قروش ونص ل 55 قرش اثنين عملنا قرار اللي هي النشر بثلاث صحف الاكثر انتشارا هذا خلى الصحف الكبيره تستفيد من الاعلانات القضائيه. ثلاثة عملنا اتفاقية مالية مع وزارة المالية هذول الثلاث قرارات أعطوا روحية واستمرارية للصحف الورقية لعشر سنوات وأنا أعتقد في مزيد من الأفكار يمكن العمل عليها في المرحلة القادمة إذا الحل هو رقمنة رقمنة وأيضا يعني بالاتجاه ضمن الحلول اللي حكيناها قبل أنا بظن جزء مهم من الحل أيضا النظر في عملية المنتج الورقي شو اللي عم نحطه على الورق نظن نحط أخبار ولا بدنا شيء مختلف بدنا بدنا تحليلات بدنا تحقيقات يعني ممكن يضل ورق او ممكن يضل ورق بس المنتج بده يكون مختلف اللي الناس تستناه تستناه وتستفيد منه وتشتري لكن الاخبار الناس شافتها قبل بيوم على موقع الجريده نفسها اللي, بت... اللي... هذا آه المنافسه لم تعد بالخبر اصبحت بالمنتجات الاعلاميه الاخرى طب شكل التطوير اللي ممكن يصير معاليك يعني آه الان انا بدي اطور الصحيفه ورقية بدي أقدم لها شيء طب شو بدها تطور الآن أنت في موقع إخباري هو الموقع الأول الإلكتروني في الأردن موقع عمون وأول موقع تأسس إلكتروني في الأردن الآن عمون بحاول يطور دائما كل شيء جديد بحاول يجيبه الآن المؤسسات الحكومية والصحف محدودة يعني ما بتقدر الآن هي تنفتح لتعمل استوديو تحليلي وفي منهم طبعا في لهم تجارب رائعة جدا وجميلة ولكن الدعم لهم خفيف ما مش مفروض يستنوا دعم لما بنوع منتجه زي ما عملت عمون م. لما بنوع منتجه بين موقع وبين فيسبوك وبين تويتر وبين ستوديو بصير يجي إعلانات على هاي المنتجات هنا المستقبل هكذا هكذا كل التجارب العالمية الرائدة هيك تنويع المنتج الصحفي للصحف الورقية م. هو مستقبلها لكي تستمر ما رح